ومن جانب آخر، أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فضل أنهم يدرسون في الوقت الحالي وجود الفائضة في غاز إقليم كردستان من أجل تشغيل وحدات كهربائية متوقفة في البلاد إثر شح الغاز المستورد من إيران. حاليا جاي ندرس إمكانية شراء، الآن احنا عندنا عقود لتجهيز الطاقة من الإقليم، جاي ندرس إمكانية وجود غاز فائض من الإقليم ينفعنا بتشغيل بعض الوحدات بحدود 80 مقمط. اتخذنا قرار بإيقاف معامل البترو والأسمدة في الجنوب، وهذا راح يضيف لنا 350 ميجا وات خلال شهر 7 و8، وكل هاي القرارات من أجل احتواء الأزمة وارتفاع معدلات الإنتاج، ونوعا ما اليوم صار أكو تحسن بعد اتخاذنا هاي القرارات.